ثم قال ذكر الرجل يطيل السفر. ولماذا ذكر السفر بالذات؟ لأن السفر هو قطعة من العذاب، هذه واحد، ولأن السفر مظنة الغربة، والغربة تؤدي بالإنسان إلى نوع من التواضع، غير أنه هو يكون وسط أهله وإيش وناسه، حتى يقول لك يا غريب خليك أديب، فتجد الإنسان في غربته لا يكون كما كان بين إيش بين أهله. فالغربة تعلم الإنسان شيئا من التواضع، وتعلمه أيضا شيئا من الحلم. تجد الغريب في بلد غريبة لا يعنف سريعا، صحيح ولا، ويتحمل إيش الأذى، ويدرأ السيئة بإيش بالحسنة، غير لما يكون وسط أهله تجده يعني كما يقولون يعني يعاضد بأهله ويتقوى بماذا؟ ويتقوى بهم. وأيضا لأن المسافر أيضا، وما سمي السفر سفرا إلا أنه يسفر عن وجوه وأخلاق الرجال، السفر يسفر عن وجوه وأخلاق الرجال. وأيضا السفر فيه فوائد، ولذلك يعني يقولون تغرب عن الأوطان تجد عوضا، وانصف فإن لذيذ العيش في النصب، فالأسد لولا فراق الغاب ما افترست، والسهم لولا فراق القوس لم يصب، أرى ركود الماء يفسده، إن سال طاب وإن لم يسل لم يطب. فتجد أيضا قال وسافر ففي الأسفار خمس فوائد: تفريج هم وكرب وزيادة رزق وآداب وصحبة ماجد، كما قال الشافعي. فتجد، ولذلك هنا ذكر مثلا إيش مسألة السفر. ثم ذكر الرجل، وقلنا يدخل فيه المرأة، والمرأة لابد في السفر أن تكون أن يكون معها محرمها، يطيل السفر، سبحان الله، يعني الغربة طويلة ما هي سفر قصير ويرجع. ثم قال ومع ذلك أشعث، أشعث في ماذا؟ في شعره، غير يعني شعره ليس ما مرجلا، ما هو مسرح، أغبر في ملابسه ليست نظيفة من الغبر وهي التراب. وتلقى صبعا المسافر سبحان الله فعلا تجد عليه مثل هذه، حتى وإن كنا الآن مع وسائل الإيش السفر الحديثة، صح ولا موسى؟ السفر سفر 12 ساعة ترانزيت، أو أنك أنت منتظر وتمعرق وكذا، وسبحان الله تجد فعلا يأتيك فيه النصب ويأتيك فيه التعب، وأقلها إن لم يكن إلا التعب النفسي يا أخوان، أنك بعيد عن إيش وطنك، بعيد عن دارك، بعيد عن أهلك، بعيد عن أحبابك، والتعب النفسي أشد على النفس من التعب إيش العضوي والجسدي. لذلك تجد بعض الناس تلقى في الغربة سبحان الله أنه ينحل في جسده، صح ولا موسى؟ نفسيا مع أنه كل وسائل الراحة مهيئة لهم. ثم لو تجده قفل إلى أهله شهر فقط إجازة ورجع كأنه خلق خلقا إيش جديدا، سبحان الله. ثم ذكر رجل طول السفر أشعث أغبر، يرفع يديه دلالة على التذلل، يا رب يا رب، يعيد ويكرر الدعاء يلظ فيه، لكن كل هذه أسباب لإجابة الدعاء، لكن ما الذي منع؟ مطعمه حرام، مشربه حرام، غذي بالحرام، يعني ما يكتسب، ويرسل لمن يعولهم كل حرام في حرام، فأنى يستجاب لذلك. فالإنسان إن وجد أيها الفضلاء أن له بعض الأمور ما مشيت، أنها متعقدة، أنها متعطلة، فليراجع العلاقة مع الله عز وجل في توحيده وفي مسألة الكسب. ولذلك في الحديث وإن كان فيه مقال يا سعد أطب مطعمك تكون إيش مجاب الدعوة، والحديث فيه مقال، لكن أصح منه ما هو بين أيدينا الآن. نعم.